السلام عليكم الناس الكل، مهيب زهير ومرحبا بكم في فيديو جديد من اللعبة الأسطورية هذه، أحسن لعبة في العالم وأحسن لعبة عندي وأحسن لعبة عندكم وصديقي أنت لو كان ما تعرفش ريد ديد ريدمشن ربي يهديك وكهو المفيد. رجعنا لكم بفيديو جديد وفي حلقة جديدة من ريد ديد ريدمشن أونلاين. باختصار الفيديو متاع اليوم كيف ما يقولوا اخوانا في المشرق العربي، فيديو متاع وناسة من الاخر، انت انسان يتفرج في فيديو باش يرتاح نفسانيا ويستمتع في نفس الوقت. في الفيديو متاع اليوم ان شاء الله باش نلمو نحاولوا نجمعوا حيوانات او نصطادوا حيوانات للاكل، معناها لينا احنا نحاولوا نصطادوا حيوانات قابلة للاكل، مثلا كيف الجواميس كيف الغزلان وحيوانات مفيد وقت اللي نلقوا حيوان نصطادوه هكا ونطبخوا لحم والكل باش نجمو هكا نتغذوا الكل في اللعبة. تو خلونا نحاولوا يذوري هذا حيوان والله اعلم يا اخي قريب هذا. اوكي يذوري ذاك غزالة والله اعلم قدامي الحمد لله هكا جات بفرصة نرش غزالة هذه ولا انا عينيا ينجم يكون مش اوكي والله غزالة مشكلته الغزال يجري برشا. اوكي خوذ اوكي جت فيه اوكي يلا 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 اهبط اش بيها حابسة هاي والله غضتني تيجي غدرتني يجي اوكي شعر على شديد تيجي غضتني المرة الاولى ما نعرفش اش بيها حابسة اش صار يجي حصان يجي والله حاجة غريبة تحسها مسالمة الغزالة والله أول مرة نشوف غزالة كيما هكا بالطريقة هاي كنت باش نصطادها غضتني والله خلتني نستغرب أصلا ويمكن خدعة هذه منهم الغزال ما نعرفش لو كان الغزال في الحياة الواقعية معناها يعمل الطريقة هذه طريقة متاع دفاع عن النفس يخليك هكا تحن عليها والله العظيم حسيتها حاجة غريبة كيفاش حبست أنا قريب نشدها وهي حبست قدام نحاول هكا نشدها بالحبل يجي 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 لهنا يجي لهنا نجموش صديقي احنا صحيح هكا احنا حنان وكذا والدنيا اما بسم الله الاكبر طبعا على الطريقة الاسلامية يلا شهية معاك العب هذه الاولى اوكي توا خلونا هكا نسلخوها بطبيعة نحو منها الجلد نتاعها بطبيعة ماناش باش نبيعوه يا معلم جلدها ثلاثة نجميات الجلد زعما نبيعوه شباب اوكي خليني بلاي شباب عندي هكا عمري بالعمر من اللي بديت نلعب في رداد ما اصطدت غزالة شوف الفرصة معناها اصطدت غزالة جات الجلدة نتاعها ثلاثة ان شاء الله وقت اللي نكمل نسلخها ما ينقصش الجلد اوكي لحظة طبعا خذينا اللحم احنا فهمتني اكيد زيدنا اللحم والجلد مانيش متأكد زعما ثلاثة شباب قعد جلد ثلاثة خلينا نحطه في الحصان اوكي كيف ما تشوف ولات عندنا أربعة لحمات 400 فهمت كيفاش خليني نحطه في الحصان معناها الجلد هذا ونشوفهم بيعوه معناها زعما بعد شوية بعد خليني نزيد نحاولوا نصطادوا شوية غزلين بالك نلقوا ومن بعد نمشوا نجرب ونشوفوا الجلد هذاك قداش باش نربحوا منه فلوس ثلاثة نجميات أول مرة اوكي غزال أخرى هذيك اوكي ما نعرفش غزال ولا انسان اوكي هذه غزاله انا ما كنتش شرفاها انا كانت عيني على غزاله في المكان هذاك ما شفت غزاله قريبه من المكان هذا شايه معاكم يجي اش لهنا يجي احبس في بلاستيك علاش لا الحصان انثى طبعا شباب غلطت في الفيديو اللي فات قلت لكم اكيد باش ناخذ حصان ذكر خذيته انثى بالغلط غباء مني والله ماليناش جت هكا طالعه كيف ما تعرفوا سمينا الحصان بتاعنا غزه وجت الحصان انثى فهمتني جت فرصه هكا محلاه وطبعا شباب الحصان هذاك اللي قلت لكم انا شبيه مجاني والكل صديقنا واحد صديقي من اصدقائنا اللي في القناه خلينا الساعه نتخلصوا من هذه السلام عليكم الله وقت اوكي هذه الغزاله الثانيه طبعا ما نحاولوش نعملوا هكا الصيد الجائر والكل خاطر ما يجيش شوف كيفاش الحصان غاضو خاطر حيوان كيفو الكل غاضو تحس اوكي واحد من اصدقائنا قال لي خاطر مهيب ريت كيفاش هذه جت نجمه واحده الاولى فيها ثلاثه نجمات الغزاله هذه نجمه واحده بالرغم اللي انا طريقه التخلص منها معناها او بطريقه جيده معناها ما نحبش نقول كلمه الاخر خاطر اليوتيوب اللي يقول لي بجدك تحكي انا شلقنا بيك تقول في كلام مش به اوكي خلينا طبعا نتخل ما نعرفش علاش حبست مانيش نعمل في حدا شيء من بكري قاعد نحكي معاكم وحبست ماني نعمل في حدا شيء اوكي خلينا نتخلصوا من الجلد هذا وبطبيعه مانيش باش ناخذوه الجلد هذا باش نلوحوه لحاجتنا برك خذينا منه اللحم طبعا خلينا نلوح الجلد هذا ما نستقوش بطبيعته هو ليفل واحد ما نعرفش لو كان قلت لكم ولا انا والله نبدا نصور في فيديو ولا نحكي بسرعه مانيش فاهم علاش واحد من اصدقائنا قال لي مهيب على خاطر انت عندك البريميوم اديشن نتاع ريد ديد ريدمشن شكرا صديقنا ابراهيم نوفا خاطر هو اللي شري اللعبه والكل شريها لي بريميوم اديشن والله لك عادي صديقي ابراهيم فهمتني بالبريميوم اديشن والكل يولوا يعطوك مع حصان مجاني فهمت كيفاش
ديولوكس إديشن ولا بريميوم إديشن والمفيد ما لينش. خليني انطبطب شوية على حصان والله غاب نتفرج هكا كيفاش تحسوا تعب ولا منعرفشني. أوكي ما لينش. خلينا هكا انطبطبوا عليه شوية ونظفوه خاطر أكيد خمج شوية من رحلة الصيد اللي صار بالطبيعة. كيف ما تشوفوا هكا الليفل متاعه بداية على كل ما تنظف الحصان ولا تلعب عليه بالطريقة هذه ولا اللي هو يزيد الليفل متاعه. توا طبعا خلينا ننظفوه، ناخذوا البروس هذه وننظفوه أو المشط هذا وننظفوه. طبعا كيف ما تشوفوا قاعد يزيد أكثر الحصان، قوة الحصان زيد أكثر والليفل ويعلى. خلينا نشوف بلاك كان مازال عندي ماكلة ولا في دنا نحب نعطيه ماكلة. أوكي عندي الحمد لله نعطيه ماكلة. إذا مش عندي أنا مانيش متذكرش عندي بالضبط، ذري تفاحة ولا أوكي جزرة عندي جزرة. أوكي ما عليناش، توا خلونا نحاولوا زيد نمشوا نصطادوا أكثر شباب في حاجة إلى الصيد يعني. ورتعرفش كيفاش، خلونا شباب نمشوا نبيعوا الجلد هذا فهمتني قبل ما يفسد، خاطر كي يبطى برشا يفسد راه يولي ليفلو سيء. نجربوا نبيعوا الجلد والله عالم يضرب لنا خليفة الحصان. عجبني الجلد كي تحط بالطريقة هذه والكل، زعما خلوه شباب ولا نبيعوه والله عالم يجا. اوكي مانيش، خلينا نحاولوا نمشوا نبيعوا الجلد هذا ونشوفوا قداش باش نربحوا منه. خلينا نشوف المدينه منين المدن بعد شباب والله بعد عليه برشا المدن. خلينا نكمل نصطاد انا باش نصطاد مره واحده ما نبقاش كل مره هكا نجي نصطاد. خلينا هكا الفيديو هذا نعملوه رحله صيد ويمكن نعملوا شويه حاجات بعد في اخر الفيديو. توا الحاجه المهمه اني نصطاد ونطيب اللحم خاطر نستحقه. اوكي خلينا نحي السكين هذا ونخلي وش اسمه الحبل باش وقت نلقى غزال على طول. المكان هذا ظهر لي في البدايه اللي هو فيه برشا غزال والكل، لكن توا حاليا مانيش شرا في حتى غزاله. اوكي شنو هذاك غزاله هذيك ولا حجره غزال؟ اه حجر مهيب مهيب. بديت هكا نتحمس واي حاجه نشوفها نقول بالك غزال. اوكي احسن شفت ماشي بالي نجم نصطادهم احسن هذوم، وطبيعي نجم نروضهم الكل لكن باش يكونوا ضعاف برشا ماهمش جيدين معناه. اوكي باش يشوفوني باش يهربوا طبعا. اوكي غادي يصلي على محمد، انا انسان مسالم على الاخر ما نعرفش علاش هكا الحيوانات تكرهني. والله بسم الله ما شاء الله على المنظر الطبيعي هذا، والله تعجبكم شباب رديد هكا تتفرجوا في الفيديوهات نتاع رديد تفرج بسم الله ما شاء الله. تو هذه لعبه وفري فاير لعبه. اوكي ما عليناش، من تحيه بس كلهم جيمرز اللي تبعوا كل شيء جيمرز بالطبيعه. اوكي شباب خلونا نحاولوا نكتشفوا اكثر نلقوا شي غزاله ولا اي حاجه. بيك يا معلم اصطاد زوز حيوانات اختفوا الكل، تقولش عليها اللعبه بالعاني تعمل فيها علينا. قلت لي اتمتع بالمنظر الطبيعي الموجود وكهو الغزاله حتى شيء. اللي خلينا نكتشفوا المكان هذا شباب، شبيه هكا مكان وحده نكتشفوا نحس ممكن نلقوا فيه حاجه جيده. والمكان الباونتي هانتر هذا ليه ماهوش مكان باونتي هانت؟ شنو المكان هذا شباب؟ اوكي خلينا نعملوا استكشاف، نغيروا هكا الفيديو من ملي كان صيدي والاستكشاف فجاه. خلينا نحط هكا سلاح فيدي على ميتي. اوكي ما نجمش ندخل، خلي نشوف بالك نلقى نجم ندخل من مكان اخر شباب. اوكي شنو المكان هذا شباب؟ ثم شفت كالسلم في المكان هذا على الجانب الاخر، خليني نشوف بالك نجم ندخل من الفوق معناها من السطح. غريب المكان هذا شباب، هكا تفرج حديد مصنوع من حديد المكان هذا والله نايس، تحسه معمل قديم ولا حاجه ما نعرفش. اوكي تي هادي تحت بلاصه صغيره يا ارثر. او قلت ارثر مانيش ارثر، هذا مهيب بعد شخصيتي انا هذه شنيا ارثر مهيبات. اوكي خليني ناخذ الحصان متاعي ونواصلوا في الشيء اللي نحبوا نعملوه في الفيديو هذا اللي هو الصيد يا مهيب. ركز على الصيد يهديك ربي. والله العظيم اختفوا الحيوانات، يمكن شباب ذي محطه نتاع قطار قديمه يمكن ولا حاجه الله اعلم نعرفش. خلينا نستكشفوا احنا في الاماكن هذه. طبعا لعبه ريد ديد ريدمبشن مش بالضروره تحل تفتح اللعبه باش تتفرج باش تخدم المهمات معناها، بمجرد انك تتجول تلقى برشا حاجات تجذب لك انتباهك باش تكتشفها. شنو كيف الشيء اللي كنا فيه احنا تو، خلينا نهبطوا من المكان هذا بالك نلقوا حيوان في الاسفل. اما غريب المره الاولى لقيت شويه حيوانات، المره هذه ما عادش نلقى خلاص. غريبه شباب اصطدت كان زوز غزلين والله العظيم، ونوفي علي الماكلة ما عادش عندي برشا ماكلة، لازم هكا نصطاد ونطبخ باش وقت اللي نستحق ماكلة نجم ناكل. اوكي بلي خزين نستكشفوا المكان هذا شباب، ولا يعجبوني انا يعني الاماكن هكا تكون مدمرة وتدخل هكا تستكشفها، ممكن تلقى فيها جوائز راه ولا كنوز راه فهمتني، ماهمش محطوطين هكاك. اوكي ظهر لي هو هذا بيت مهدوم ما فيه شيء، ظهري من هنا الطريقة نجمو نتعدو. اوكي ما نجمو، اوكي نجمو ندخل. ثم شيء هنا
زي ما تتوقعوا شباب، شنية السبب اللي خلى المنزل هذا يوصل بالدمار هذا؟ غريبة ولا غريبة؟ اوكي، خلينا ناخذ الحصان متاعي ونقصد ربي. المكان هذا معبي الكل طيور، وين نلوج على شفتوه شباب. اسكت هربت. يجي لهنا يجي لهنا من بكري وانا نلوج، وتحبوني هكا نسلم فيكم؟ يجي يجي يجي، خلينا نكملوا مع هذيك. فالطويل يجري 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 يجري. ايه شديتها. ابدا احصان ما تقطعش ما تقطعش الخيط. اوكي الحمد لله ما قطعش الخيط. اوكي اجي لهنا من بكري وانا نلوج على. اوكي خلينا نشوفوا زعما قداش من نجمه شباب. كل ما تكون نجوم اعلى كل ما تعطينا لحم اكثر. او ثلاثه نجمات. اوكي باش تعطينا اربعه نتوقع، يا اربعه يا خمسه ما نعرفش. كي تبدا مثلا نجمه واحده ولا نجمتين تعطينا يعني زوز ما نعرفش حاجه، محفيت حاجه ضعيفه. اوكي يلا 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 معلين نستوى حاليا عن لا اله الا الله محمد رسول الله. بتاعتنا والله ما تاكدتش ماريس قداش بالضبط، 100 ما نعرفش مفيد ما نعرفش قداش. طون بعد وقت نبدا نطيبو طيبين لنا قداش عندنا لحم بطبيعه. خليني نجم نحطه في الحصان زيد، نجم نحطه في الحصان نحطه تو نبيعوه. اوكي تو عندي زوج جلود. اوكي برشا جلود نجم نحطهم في نفس الوقت، نايس شباب. طبعا شباب خلينا تو نحاولوا نمشوا لاقرب حانوت لينا خاطر ثلاثه غزلات فيه البركه الشباب يا اخي باش نصاد الاماكن الكل. خلينا نمشي لاقرب حانوت، قلت حانوت ماكينه نجم نبيع فيها الجلود هذو باش نشوفوا قداش نربحوا منهم، وبعد نبداو نطيبوا شباب. اوكي ثم القريه قريبه منا خلينا نمشوا ونبيعوا ان شاء الله نلقى انسان. اوكي ثم جزار هنا نجم نبيع له الجلود، المكان قريب كما قاعدين تشوفوا قريب منا شويه. اوكي خليني نحسن الخريطه مكبر فيها برشا انا ما نعرفش علاش. اوكي خلينا نمشوا للمكان هذا، هو هلنا ولا اوكي مازال قريب شوي. فما كل كنيسه هنا ولا بالله خلينا نزيد نكتشفوها شباب. احنا صرفنا من بكري واحنا نكتشفوا. اوكي ثم مزارعين لنا والكل، معناها منطقه اهله للسكان، معناها ما عنديش الحق ندخل لها، انا حبيت نكتشف والكل ما عنديش الحق ندخل لها، هذه تعتبر سرقه شباب، سطو يعتبر. ولا تبدا هكا تلعب شويه هكا تنسى الموضوع اللي انت بديت بيه، معناها ولا فاش قاعد تفكر والكل. بالحق شباب لعبه ريد ديد ريدمبشن لعبه فخمه على الاخر ولا العظيم، ما توقعش باش يجي نهار وباش تصير لعبه معلم. تو انتم متحمسين اكثر، مثلا نقولوا لو كان روك ستار جيمز تقول هبط لكم ريد ديد ريدمبشن 3 ولا جي تي 6 شنو تحبوا انتم؟ بحقيقتي انا نحب جي تي 6، كلنا نحب جي تي 6. اوكي خليني نشوفوا هذا يا معلم، نظف وجهك شوف وجهك كيفاش ممسخ. خليني طبعا نبيع له، نشوف ترى نبيع له الجلود. طبعا ولات عندي 20 لحمه شباب كيف ما تشوفوا، في البركه هذوما الكل نجم نطيبهم. اوكي شباب من الصيد اللي عملت عندي دجاج، جبت الدجاج. اوكي المفيد عندي ب 12 دولار. اوكي معلين ما جي بالك هيك، ظهرت باربعه غلطت. اوكي خاطر حطيتها على شنو هي ب 12 دولار كانت، خليني نبيع له هذه برسمك القرن، القرن نتاع ما نعرفش شنو هي. اوكي بعت له هذاكم، وشنو هذه زيد سنون نجم نبيعهم، خليني زيد نبيع هذا انياب ما نعرفش شنو هي، وهذا منطيبهم المفروض. اوكي عندي برشا لحم بسم الله ما شاء الله، تو المفروض نجم نطيب شباب. خليني نحط الكامب نتاعي في المكان هذا بجنب تشيرتش هذا اذا كان نجم نعملها، ما نتوقعش لو كان باش نجم نعملها. نجم ندخل المكان هذا شباب؟ تحسوا هكاك الكنيسه ولا حاجه. اوكي ما نجمش ندخل لها ولا لا. نحب هكا نكتشف هكا الاماكن والكل. اوكي مقبره نحب نطيب بجنب مقبره قداشني هكا ما نحشمش. اوكي خليني نمشوا المكان هكا شويه بعيد ونحط الكامب نتاعي ونبدو نطيبوا. طبعا عندنا 20 لحمه برشا لحم باش نطيبوه اليوم. طبعا خليني نشوف اذا كان عندي ماكله هكا نجم ناكلها، كيف ما تشوفوا ناكل في الماكله المعلبه، هذاك علاش الشيء اللي خليني نلم هكا شويه لحم نعمل فيديو نتاع صيد. الكامب نتاعنا تعمل لكن في مكان بعيد علينا شويه، خلينا نمشوا له شباب نجيبوا الحصان نتاعنا قريب ومش بعيد علينا فهمتني. ما نجمش نعمل كامب لنا بالضبط، ممكن على خاطرني بجنب المدينه ما عنديش الحق. ولا تعمل لي كامب عباره منزل نتاعي باش نسكن فيه هكا تيليبورت الكامب نتاعي القديم جيني في مكان هكا. خلينا نحنا نمشوا له مانا خاسرين شيء، كيف ما تشوفوا هذاك هو الشعار ازرق فاتح. خلينا نمشوا له، طبعا وقت اللي نمشوا له نولوا نجموا هكا نطبخوا الكل فهمتني مع صديقنا، غادي باش نلقوا صديقنا ينجم يصنع لنا الدبش والكل، نجيبوا له هكا جلود حيوانات في المستقبل شباب، نجيبوا له جلود حيوانات والكل ينجم يصنع لنا الدبش هكا ما تلقاهوش في اي مكان معناه، يصنعه لك كان هو. يلا يلا صحيح الحصان انثى والكل. اوكي وصلنا للكامب نتاعنا. اوكي هذا هو ريت مكان صغير كذا الدنيا قريب قلت صغير فهمتني، وطبعا الكامب نجموا نطوروه والكل. مثلا خلينا نقول لكم ما نبقاش نحكي هكا هكا
خلينا مثلا نقول لكم شنو نجمو نعملو في الكامب مثلا. اوكي طبعا هذا باش يتلهي بينا والكل. الثيم بالنسبه للثيم نجم نبدل الطاوله نتاع السفره هكا نبدلها برشا برشا طرق والكل. وبتبيع ليفلوات لازم نرفع الليفل نتاعي والكل ليفل في حاجات معينه. والتانت اللي هو القلق وش اسمها والله نسيتها بالعربي الفصحى اش معناها الخيمه نتاعي كيفاش نجم نبدلها. نجم نحط تورج خيمه ملكيه تعتبر انا حاليا الخيمه نتاعي تفرج مخيبها ولا الخيمه نتاعي خيبه برشا شباب. طرش كيفاش اقل شيء خليني نشر الخيمه هذه تولي نولوا عنا الخيمه هذه. يلا شباب خليني نشروها. اوكي لخر الخيمه هذه احسن شوي يا معلم كنت راقد بلاش سقف. اوكي الفلاج طبعا نجم نغيروا الفلاج الكل هو عجبني احمر عجبني نايس نايس. الاكويبمنت لنا نغيروا. اوكي نجم شنو هذه شباب فاست ترافل. اوكي نجم نشرو فاست ترافل اما لازم السرعه نتاع الليفل نتاعنا يعلى. اوكي خلينا نشوف هذيك القاعده هكا كل شيء ب 500 زيد على اختي زيد انت نحشتي بالفلوس. اوكي مفيد صديقنا هذا يعاوننا في برشا حاجات. اوكي خلينا نعملوا نظره على الخيمه نتاعنا كيفاش ولت. وين هي الخيمه مشت؟ اه هذه هي الخيمه اللي نجمو نرقدوا فيها والكل ونقعدوا نشوفوا دبشنا وكل شيء. وما عليناش تو حاليا خلينا نمشوا ونطيبوا من بكري وانا ندور لازم هكا نطيب. اوكي ريست كوك لازم نطيب ونحط هكا نطيب شويه لحم. اوكي نجم نطبخ قهوه ونجم نطيب اللحم اللي اصطادناه طبعا واللي احنا حاجتنا به ان نطيب اللحم اللي اصطادناه طبعا. تحسها سيميليشن ردد ريدمشن تحسها سيميليشن حياه واقعيه والكل فهمتني. اوكي خليني ناكل شباب جيعان على خاطر. اوكي خليني كيف تشوفوا كيفاش قاعد ناكل. اوكي وتوا خليني نكمل نطيب طبعا نطيب الكعبه بالكعبه ما نجمش نطيبهم الكل وبطبيعه نجم نطيبهم كيف ما نقولوا سله سله او على نار هادئه او طبعا نجم نطيبهم هكا بسرعه هكا نعملهم بسرعه هكا باش يطيبوا فيس وهكا نجم نخبيهم في الشنطه نتاعي او الحقيبه نتاعي ونستعملهم في وقت الشده مثلا وقت نستحق هكا الحم وكذا والدنيا كل شيء نستعملهم وبطبيعه باش نستعملوهم. ما حبيتش هكا نصورها المفروض اني نصورهم خلف الكواليس وكل شيء ما نصورش معاكم وقت نبدا نجمع في اللحم وكل شيء ونطهوه لكن حبيت هكا نحطكم في الاطار والكل وتشوفوا معايا كل شيء علاش كان الحاجات المهمه نصورها حاجات كمان هكا تكون حتى امتع من المهمات الاساسيه فهمتني شباب. اوكي اوكي شباب ما نطولش عليكم الفيديو برشا اصطادنا فيه شويه هكا حيوانات والكل ما حبيتش هكا تطول برشا من الاصطياد والكل باش نكون الصيد جائر بالاخر نجم نصطاد الحمامه هذه ما. اوكي العب ما جيتش فيها السلاح بتاعي هو مش سلاحي خايب انا نوبك. اوكي اصطدت ما حبيتش نقول لكم اللي انا نصطاد برشا يا اخي زيد اصطدت هذا. اوكي معليناش خلينا احسن ما تروحي زعما صائد نعرف اش نعمل وكل شيء باش ما كثرش يا اخي في اخر فيديو زيد اصطدت. اوكي خليني ناخذها نجم ننظفوا الكل نظف 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 نستحق وين نستحقوا تنطيبوا تنطيبوا من بعد شباب لان يكون وصلنا لاخر الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب لاكثر فيديوهات. يلا باي باي.